أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها جدية أطراف الصراع في اليمن في إعلان استجابتها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف التصعيد والتركيز على مواجهة وباء كورونا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى وقف فوري للأعمال العسكرية والتركيز على مواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعا الأطراف إلى العمل مع مبعوثه الخاص من أجل تحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية. من جهتها أكدت الحكومة في بيان لها أن الوضع السياسي والاقتصادي والصحي في اليمن يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين، وشددت أنها ستتعامل بإيجابية مع الجهود الرامية لاستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني واستعدادها للانخراط من أجل العمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا. إلى ذلك قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي أن التحالف يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة في الجانب الإنساني والاقتصادي، مؤكدا تأييد ودعم التحالف لقرارات الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار. من جانبه رحب القيادي في ميليشيا الحوثي مهدي المشاط بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب، وأكد استعداد جماعته للانفتاح على كل الجهود والمبادرات في إطار تهدئة شاملة وحقيقية على الأرض. لكن على الأرض يبدو الأمر متناقضا مع التعاطي الإعلامي بفعل التصعيد العسكري القائم في عدد من الجبهات، الأمر الذي يشكك في حقيقة تفكير القيادات السياسية والعسكرية في مصلحة الشعب العليا بعيدا عن الابتزاز والمناورة السياسية. نناقش ذلك مشاهدينا مع ضيوف هذه الحلقة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. في الوقت الذي يستنفر فيه العالم حكومات وهيئات لمواجهة جائحة كورونا التي عمت كل الدول تقريبا، تزداد وتيرة الحرب في عدد من جبهات الحرب في اليمن. حالة ازدواج واضحة على المستوى الرسمي وارتباك حد التناقض في الإجراءات من أطراف الصراع، ووحده الشعب يبدو وكأنه وحيد يواجه كل نكبات الحرب. في غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف في اليمن لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وخفض التصعيد العسكري. لم تتأخر الحكومة الشرعية عن التفاعل مع الدعوة الأممية، إذ أعلنت أنها ستتعامل بكل إيجابية مع الجهود الرامية لاستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني، وأبدت استعدادها للانخراط من أجل العمل وبشكل جاد لمواجهة مخاطر وباء كورونا. وقالت الحكومة في بيان لها إن الوضع السياسي والاقتصادي والصحي يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين. في السياق ذاته أعلن الناطق باسم التحالف السعودي الإماراتي موافقة التحالف على الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وأكد أنه يدعم اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة في الجانب الإنساني والاقتصادي. من جهتها رحبت قيادة ميليشيا الحوثي ممثلة بمهدي المشاط بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب، وقال إن جماعته مستعدة للانفتاح على كل الجهود والمبادرات في إطار تهدئة شاملة وحقيقية. ورغم ما أعلن من استجابات من أطراف الحرب للدعوة الأممية، إلا أن ذلك لم يتجاوز حتى اللحظة التناول الإعلامي نظرا لحالة التصعيد العسكري المستمرة في عدد من الجبهات، الأمر الذي يثير التساؤل حول جدية قيادة الصف الأول من كل الأطراف وحقيقة إعلائهم لمصلحة الشعب العليا.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، كما أرحب بضيفي من كوالالمبور رئيس مركز يمنيون للدراسات الدكتور فيصل علي. مرحبا بك معنا سيد فيصل. إذا ترحيب أطراف الصراع كما وصفهم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان أو وقف أو دعوته لوقف العمليات العسكرية، لكن على الأرض هناك تصاعد لهذه العمليات ونشهد تصاعد للعمليات العسكرية في صرواح وغيرها من الجبهات. كيف يمكن فهم هذا الترحيب، وهل فعلا سنشهد في الأيام القادمة وقف للعمليات العسكرية والتزام بهذا الوقف؟ دعوة الأمين العام هي دعوة حق يراد بها باطل. لماذا لا نسمي الأمور بمسمياتها؟ الدولة والانقلاب، الشرعية والانقلاب، كان هذا أولا. مع أن الدعوة يجب أن تكون يعني محل ترحيب، وأن تكون وأن يتعامل معها الانقلاب وتتعامل معها الشرعية بكل جدية. هذا الوباء العالمي الذي اجتاح العالم لن تكون اليمن عنه ببعيد، والذين يخدرون الشعب اليمني أنه شعب مؤمن وشعب طيب ولن يجمع الله عليه الحوثي وكورونا، أنهم يسوقون للوهم. الكارثة حقيقية والخطر قادم لا محالة، وربما هي مسألة وقت. ولذا من المفترض أن يتعامل يعني أن تتعامل الشرعية بجدية أكبر مع هذا الأمر، وأن ترضخ سلطات الانقلاب في صنعاء وبعض المحافظات التي تسيطر عليها لهذه المسألة، لأن الموت يعني الوباء مؤكد، والحالات الوفيات ارتفعت، كانت النسبة في الصين 2% في إيطاليا وإسبانيا ارتفعت ربما إلى 7%، وهذا ينذر بكارثة إذا لم يتدارك الأمر ويرضخ الحوثي للأمر الواقع. يعني إذا كان في الفترة الماضية قد اجتاح المدن وهو يعني مرتاح ولديه قدرة على المواصلة، اليوم ألا يخشى على السكان وهو يسيطر على المنطقة الأكثر سكانيا في اليمن؟ أكبر كتلة سكانية هي واقعة تحت تصرف هذه الميليشيات والعصابات. هل سيضع لهم اعتبار باعتبار أن هذه القبائل وهذه الكتلة السكانية الكبرى زودته بالمقاتلين خلال هذه المرحلة مدة 5 سنوات أو يزيد عن 5 سنوات؟ هل سيضعهم في الاعتبار ويرضخ لأجلهم، أم أنه يتعامل معهم كما تعامل طيلة الفترة الماضية على أنهم مجرد متاريس وأكياس رم يحتمي بهم على طول، يعني على طول فترة هذه الحرب؟ على الشرعية أن تتخذ التدابير اللازمة، لابد من هيئة طبية عليا تشرف على كل محافظات الجمهورية بغض النظر كانت هذه المحافظات مع الشرعية أو مع الانقلاب أو يعني في الشمال أو في الجنوب، تشرف على إجراءات صحية من أجل سلامة الناس وعلى كل الذين يتعاونوا من أجل ذلك. تفضل بالبقاء معي دكتور فيصل. أرحب بضيفي أيضا من برلين الباحث السياسي الدكتور علي العبسي. مرحبا بك معنا سيد علي. إذا دعوة الأمين العام للأطراف اليمنية دعوتها إلى وقف إطلاق النار، برأيك هل هذه الأطراف في حالة يمكن معها أو من خلالها وقف التصعيد العسكري على الأرض؟ لإدراك ذلك علينا أن نأخذ عاملين أساسيين. العامل الرئيسي الأول هو من يشن الحرب، من هو المبادر في المعارك الآن؟ نعم. وإذا رأينا ساحة المعارك، الحوثي هو من يشن هجوم الآن. الحوثي هو في وضعية الهجوم، وقوات الشرعية اليمنية في وضع الدفاع، وأغلب الجبهات الآن هي ساكنة، ربما بعض المناوشات في جبهة صعدة، لكن الجبهة الرئيسية الآن هي في نهم وفي اتجاه مارب والجوف، والحوثي هنا يشن الهجوم في هذا الاتجاه. المسألة الثانية لدينا خبرة مع الحوثيين، يعني لدينا خبرة مع الحوثيين في مسألة التزامهم بالمعاهدات وفي تعاملهم مع المبادرات الدولية. خبرتنا تقول أن الحوثي لا يلتزم بأي شيء، الحوثي يعد فقط، يعطي مواقف فقط للاستهلاك الإعلامي، ولكنه لا ينفذ على أرض الواقع. ولدينا مثال
رئيسي في ذلك هو اتفاقية ستوكهولم. الحوثي يعني ادعى اكثر من مره انه نفذ جزءا كبيرا من الاتفاقيه، يدعي دائما انه ملتزم ويصب الاتهامات في اتجاه الطرف الاخر الذي يراه انه غير ملتزم. اذا لدينا عامل رئيسي، القرار الان هو ليس بيد الحكومه الشرعيه. الان الرئيسي قرار وقف الحرب ليس بيد الحكومه الشرعيه، لان هي كل جبهه واقفه، حتى جبهه نهم والجوف كانت ساكنه يعني، وما حركها وما الحوثيين بهجومهم. ثانيا التحالف العربي ايضا تقريبا خفض عمليه العسكريه الى الحد الادنى، يعني الى حده الادنى، ربما بقيت بعض المناوشات هنا وهناك في الجبهه الصاعده فقط وبصيغه دفاعيه فقط، يعني من قبل المملكه العربيه السعوديه عن حدودها الجنوبيه مع اليمن. فبالتالي قرار هو بقرار بيد الحوثيين، وكما قلت الحوثيين لدينا خبره سيئه معهم، فلا اعتقد ان الحرب سوف تتوقف. الحوثيين سيواصلون استخدام العمليه العسكريه، ولكنهم سيعلنون موافقتهم، سيدعون انهم وافقوا، وسيرمون الاتهامات في اتجاه الطرف الاخر الذي سيدعون انه لم يلتزم. نعم دكتور علي، كما ذكرت اذا لا ضمانات حقيقيه، ومما عهدنا من الميليشيا لا التزامات حقيقيه بوقف اطلاق النار، لماذا اذا تصر الامم المتحده على الدعوه جميع الأطراف لإيقاف التصعيد، وأيضا لماذا لا تصرح بشكل أساسي وتطالب الميليشيا بوقف تصعيدها العسكري؟ أولا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كانت دعوة عالمية ليس فقط في اليمن، يعني طبعا اليمن هي من النقاط الرئيسية التي يعني الملتهبة في العالم، ولكن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كانت لجميع دول العالم وجميع أطراف المتصارعة في جميع أنحاء العالم. في اليمن بطبيعة الحال باعتبار أنه صراع مشتعل وصراع له تأثيرات وعواقب إنسانية شديدة وكبيرة، باعتبار اليمن وفق منظمات الأمم المتحدة هي أكبر أزمة إنسانية في العالم في الوقت الحاضر. فبالتالي اليمن كانت معنيه بهذه الدعوه، والمبعوث الاممي والطرف الدولي ايضا وجهت هذه الدعوه الى اطراف الصراع في اليمن. هذا اولا. فبالتالي الموضوع هي مبادره دوليه ليست فقط مبادره بخصوص اليمن، هذا اولا. ثانيا الامم المتحده لا تمتلك يعني ليس لديها نيه ولم تكن لديها ابدا يعني سابقه في مساله ادانه الطرف او دعوه الطرف محدد بعينه لوقف اطلاق النار وتجاهل الطرف الاخر، حتى اذا كان هذا الطرف هو من يخرق الاتفاقيات، هو من يعني لا يلتزم بالقرارات. فدائما الامم المتحده هي دائما تعمل كوسيط لا تعمل كحكم. الامم المتحده ومنظماتها المختلفه وجميع مبعوثي الامم المتحده في جميع الازمات الدوليه لم يكونوا يعملون كمحكمين يحددوا من هو الطرف الذي اخترق هذا الاتفاقيه او ذاك الطرف، هم دائما كوسطاء، ودائما الوسيط يتجنب ادانه اي طرف حتى يستمر كوسيط، لانه اذا ادان هذا الطرف فالطرف الذي سيتم ادانته سيرفض التعامل مع الموعوث الاممي، وبالتالي ستفشل مهمته ولن يكون له جدوى في الاستمرار. ولذلك اعتقد الامم المتحده لن تقوم بادانه الحوثيين ابدا. بالبقاء. نعم تفضل بالبقاء معي دكتور علي. اعود اليك دكتور فيصل، اذا ما تحدثنا عن توقيت دعوه الامين العام للامم المتحده في هذه الفتره من تقدم عسكري للميليشيات على الارض، الا يمكن اعتبار ذلك مسانده ولو حتى ضمنيه للميليشيات؟ الدعوه اتت بناء على كارثه عالميه ولا علاقة لها بهذا الطرف أو ذاك، ربما كان تحرك المبعوث الدولي إلى اليمن في يعني بعد سقوط محافظة الجوف ومنطقة نهم يعني كان يصب في هذا الاتجاه الذي تحدثت عنه في سؤالك. الأمم المتحدة يعني طيلة الفترة الماضية عودتنا أنها تدلل هذه الميليشيات ولم تتعامل مع هذه الجدية، وكما تفضل الدكتور العبسي يعني أنا أتفق مع ما قالوا حول أنهم يعني طرف وسيط ويريدون إرضاء جميع الأطراف، لكن ما لاحظناه منذ يعني أول مبعوث دولي إلى اليمن أنهم يدللون هذه الميليشيات ويقودونها ويرشدونها إلى يعني إلى الحصول على المزيد من المساحات على الأرض ومن المزيد من المناورة السياسية. لم يقفوا ضدها يوما ولم يقولوا لها ما جاء
في القرارات الدولية الخاصة يعني المتعلقة باليمن لم يسموها فرق انقلاب، وإنما يعني حسنوا وضعها وحسنوا سمعتها بتسميتها طرفا في الصراع، وكان هذا بقبول الشرعية التي ترضخ للضغوطات القادمة سواء من الإقليم من التحالف أو من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. برأيك دكتور فيصل، لماذا لم تقدم آلية واضحة وجدية عن طريق المبعوث الأممي لوقف العمليات العسكرية؟ وإذا ما تحدثنا عن مستوى التنسيق ما بين الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي وما بين الحكومة الشرعية. الأمم المتحدة يعني كما نعلم لا تريد إيقاف الحرب، وليس هذا من مهامها، هي تريد أن تظل طرف وسيط إلى ما لا نهاية، يأتي مبعوث ويذهب مبعوث، وكل مبعوث يسجل في السي في أو سيرته الذاتية أنه حقق يعني تقدما في القضية الفلانية ورفع الإحاطات كذا في الفترة من كذا إلى كذا، ليس لديهم يعني إحساس بمعاناة الشعب اليمني، ليس لديهم القدرة على التعامل الإنسانية، لا 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 الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي ولا المنظمات التي تساند الحوثي اليوم، وكل وسائل الإعلام التي تسانده أيضا لا تنظر للقضية اليمنية لا من جانب إنساني ولا من جانب أن ميليشيات اعتدت على 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 الوطن على وطن وعلى شعب وعلى دولة بأكملها. هم يسمعون ويرون كل يعني كل ما يجري، ليس هناك شيئا تخفيه الشرعية او يخفيه الشعب اليمني او يخفيه النشطاء او يخفيه المراقبون والمتابعين لقضية اليمن، كل ما يجري هو مكشوف، لكن التعامل من قبل المنظمة الدولية هذه وما تبعها من منظمات وما يعني وما اليها من منظمات اخرى تعمل في المجال الحقوقي والمجال الإنساني، إلا أن كل هذه المنظمات إلى اليوم لا تتخذ موقفا محترما من قضية الشعب اليمني. نعم. الذي يعاني هذه الويلات وسيعاني من اليوم يعني وسيعاني خلال هذه الفترة من جراء هذه. نعم. دكتور فيصل، إذا هل تعتقد بأننا الآن بحاجة إلى أي رقابة أو حتى رعاية لتنفيذ وقف إطلاق النار؟ لم أفهم السؤال. نعم، هل نحن الآن في هذه الفترة بحاجة إلى أي نوع من أنواع الرقابة من قبل الأمم المتحدة لالتزام الأطراف بوقف إطلاق النار مراعاة للحالة الإنسانية ومنعا لتفشي وباء كورونا؟ بكل تأكيد نحن بحاجة إلى هذه الرقابة الأممية، وبحاجة إلى تحرك دولي حقيقي لإنهاء المعاناة اليمنية، بحاجة إلى الرقابة الذاتية عند اليمنيين أنفسهم وعند المتحاربين أنفسهم، لماذا لا ينظرون بجدية إلى هذه الكارثة وإلى هذا الوباء؟ لماذا لا ينظر الحوثي بالتحديد وهو الذي يشن هذه الحروب كما تفضل الدكتور العبسي وكما هو معروف هم الذين يشنون هذه الحروب، لماذا لا يعني لا يتوقفون عن شنها؟ ولماذا لا يكون هناك عامل يعني شيء من ضمير لدى التحالف ايضا؟ التحالف يعني كما جاء في التقرير يرحب بالدعوه الامميه، هذه يعني هذا الترحيب له ما بعده، اذا كانت الميليشيات ستلتقط طرف الخيط من باب انساني وتوقف هذه المعاناه وتوقف هذه المآسي التي افتعلتها منذ انقلابها في اليوم الاول، لم تحسب حساب ان كل هذا سيجري، ربما كانت هذه الجائحة والوباء العالمي هو المتغير الذي ربما أقول وإن شاء الله يكون كما يعني نتوقع بحسن نية أنه يعني يعمل على إيقاف هذه الحرب، مع أن هؤلاء الناس يعني كما عرف عنهم من وحشية ومن تعامل لا إنساني قد لا يوقفون هذه الحرب وإنما سيستغلون الكارثة للمزيد من التقدم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل علي، رئيس مركز يمنيون للدراسات، كنت معنا من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور علي، إذا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف المتصارعة في اليمن لوقف الحرب، لماذا لا يكون هناك تنسيق
ما بين الأمم المعذرة، لماذا لا يكون هناك آلية واضحة يتم من خلالها تطبيق وقف إطلاق النار تتم عن طريق المبعوث الأممي؟ لماذا لا نشهد تحرك جدي من قبل المبعوث الأممي؟ أعتقد أن ما يجري على أرض الواقع لا يسمح بها بإنشاء مثل هذه الآلية، لأنه لدينا وضع مشابه في الحديدة، يعني لدينا وضع مشابه تماما في الحديدة، والآلية التي اتفق عليها في الحديدة استغرقت شهورا من المفاوضات حتى وصلنا إلى اتفاق دولي موقع تحت إشراف الأمم المتحدة، اتفاقية ستوكهولم. ولكن الخبرة أيضا كما ذكرت في الواقع في ستوكهولم أنه كان من الصعوبة تماما الالتزام الأطراف بالوقف إطلاق النار، يعني اختراقات وقف إطلاق النار مستمرة منذ توقيع الاتفاقية وحتى اليوم، يعني في الحديدة المعارك ما تزال مستمرة في الحديدة، طبعا خفت وتيرتها أكيد يعني، لكن المعارك ما تزال مستمرة والصراع ما يزال مستمر يعني. وإذا شاهدنا ذلك الحديدة هي منطقة مكشوفة ومنطقة من السهل مراقبتها، لكن في مناطق أخرى مثل من الصراع يعني، وفي مناطق عديدة أخرى يعني مثل النهم والجوف، هذه مناطق وعرة جدا وهناك تشابك وهناك تداخل في بين القوات والجبهات، من الصعوبة بمكان ترتيب آلية معينة، هذا إذا ما افترضنا أنها ممكنة سياسيا إذا ما اتفق الأطراف على ذلك. من ناحية العملية أعتقد أن الصعوبة بمكان تنفيذ آلية مثل هذه في 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 جبهات مثل جبهات النهم والجوف، هناك صعوبات عملية في تحقيق ذلك. هذا ناهيك عن موضوع غياب حسن النوايا والخبرة المتأتية في هذا المجال وحالة العداء الشديد ومحاولة استغلال أي فرصة لتحقيق أهداف معينة على حساب الطرف الآخر، والحوثيين في هذا المجال هم يعني أصحاب سوابق، يعني حتى في اتفاقية ستوكهولم وهي شملت يعني عناصر أو مواضيع يمكن كان بإمكان تنفيذها بسهولة مثل فك الحصار على تعز، تبادل الأسرى ومن هذا القبيل، لم يتم تنفيذها لغياب مسألة النوايا الحسنة من الأطراف، وبالتالي في غياب هذه النواحي الحسنة لا يمكن بحال من الأحوال الحديث عن آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي لا أعتقد أنه سيتم من الأساس. دكتور علي، ننتقل أو نركز في هذه اللحظة على الدور الحكومي، أين هو دور الحكومة اليمنية في الضغط على المبعوث الأممي وحتى بالضغط على الأمم المتحدة لإجبار الميليشيا الالتزام بوقف إطلاق النار ومراعاة حال المواطن اليمني ومخاوفه من انتشار هذا الفيروس؟ في هذا المجال ايضا علينا ان يعني نقر بمساله مهمه، انه لا امكانيه للمبعوث الاممي للضغط على الحوثي، يعني هذه جربناها في موضوع ستوكهولم ايضا مره اخرى وثبتت عدم جدواها، لا وجود لاي سلطه او اي اداه بامكان المبعوث الاممي، هذا في حال اذا ما اراد اصلا، يعني هو لا يريد ذلك، ولكن اذا ما اراد لا يمتلك اي اداه للضغط على الحوثيين، وبالتالي الحكومه الشرعيه حتى اذا مارست اي نوع من الضغوط، طبعا هذا ايضا اذا كانت لديها الرغبه والقدره والاراده السياسيه لتنفيذ هذا الضغط على المبعوث الاممي، لا يمكن باي حال من الاحوال اجبار الحوثيين، الحوثيين مسيطرين على الارض، هم قوه فعليه وواقعيه على الارض، يستخدمون القوه المسلحه لتحقيق اهدافهم السياسيه، وبالتالي لا يمكنك مواجهتهم الا بالقوه المسلحه. نعم. وجرى تجريب ذلك، يعني هناك طالت خمس سنوات من الحرب راينا انه لا توجد إرادة سياسية لدى التحالف العربي ومن ورائه الحكومة الشرعية اليمنية لإجبار حوثيين عسكريين على تسليم الأرض أو على تنفيذ الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحة الدولة كما نصت قرارات الأمم المتحدة. نعم. وبالتالي مسألة إجبار الحوثيين بأي آلية من الآليات غير موجود، وبالتالي أي ضغوط مارسها الحكومة الشرعية إذا ما افترضناها قادرة على ممارسة الضغوط على المبعوث الأممي لا جدوى منها. نكتفي بهذا القدر. الدكتور علي العبسي الباحث السياسي كنت معي من برلين، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات، كان معنا من كوالالمبور. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.